أطلقت وزارة التخطيط بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وصندوق التنمية التجارية أطلقوا مشروع باب الرزق، يهدف هذا المشروع إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال تقديم تدريبات إدارية وأيضا تدريبات فنية، مما يؤدي إلى توفير دخل ثابت لهم وتحسين جودة حياتهم. في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لكل مواطن، باب جديد للرزق تفتحه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة مصر الخير وصندوق التنمية التجارية، والهدف من هذا المشروع تحويل الفئات المستحقة للرعاية من مستهلكين إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير سلعهم الأساسية. الدولة المصرية وهي بتضع الرؤية بتاعتها من أول رؤية مصر 2030 اللي هي رؤية طويلة المدى إلى الخطط التنمية المستدامة والخطط السنوية، كلها بتتم بشكل تشاركي، الدولة منسق لهذه الخطط، ولكن الخطط والمبادرات بتتم بالشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، ده وده اللي بنسميه المثلث الذهبي للتنمية. هذا المشروع من المشاريع التي تهدف الحقيقة بشكل مباشر أو غير مباشر اقتصاديا وحرفيا لإنتاج منتجات متميزة من اللحف أو اللحاف والمفروشات الفايبر التي تتمتع بالقدرة إن شاء الله على المنافسة في السوق المحلية المصرية، وفي نفس الوقت تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص العمل لكل المستفيدين. هذا التعمير الذي تعاوننا فيه تحقيقا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاوننا على البر والتقوى وامتثلنا أمر ربنا في عمارة الأرض ونجحنا وخففنا الأعباء عن الناس. التدريب اللي كان بيتقدم للمستفيدات كان شقين: تدريب إداري وتدريب فني. التدريب الإداري كان عن إدارة المشروع، إزاي بيكون عندها مشروع، إزاي تتفاوض، إزاي تسعر، إزاي تسوق، إزاي تحل المشكلات اللي بتقابلها. والشق الثاني كان تدريب فني، يعني حرفي عن الخياطة، من الباترون ومن المقاسات ومن إنتاج مختلف من الملابس والمفروشات. مشروع باب رزق استهدف 15 مستفيدة بمحافظة بني سويف عن طريق تقديم تدريب إداري وفني، وبهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير دخل ثابت لهم، إلى جانب دعم السيدات بمشاريع إنتاجية بالتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. سمعت عن المشروع فروحت قدمت، والحمد لله تم اختياري ضمن فريق العمل في المشروع، وطبعا كانوا عاملين تدريبات، حضرنا التدريبات، استفدت حاجات كتير في المكان، يعني اتعلمت التفصيل، اتعلمت اخيط ازاي، اشتغل ازاي. أكاديمية جت علمتنا التفصيل ايه هو، جت علمتنا التدريبات بصفه عامه ازاي القص، التفصيل بكل حاجه، ازاي نعرف نقص عن طريق اللي هو الجيرو والحاجات دي كلها، كل ده اتعلمناه واستوفينا منه جامد جدا. كمان جهود مبذوله بالتعاون مع مختلف المؤسسات التنمويه تنفيذا للتوجيهات الرئاسيه، وفي اطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الاكثر احتياجا والاولى بالرعايه، وذلك لتخفيف العبء وتوفير حياه كريمه للمواطنين. جرمين ابراهيم، التلفزيون المصري. تعاقدت الحكومه على 20,000 راس ماشيه من عدة مناشئ، وذلك تمهيدا لضخها في 1500 منفذ ما بين مجمعات استهلاكية وسيارات متنقلة وشوادر، وذلك على مستوى الجمهورية في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الحكومة أن الكميات المتعاقد عليها تتضمن 5,000 رأس في محجر تشكى و5,000 أخرى في سفاجة، إضافة إلى 10,000 رأس جرى وصولها خلال الأيام المقبلة. الطاقة الاستيعابية للمحجر عندنا 15,000 راس، أطوانس لازم يكون موجود 5,000 راس. هتزيد الطاقة الاستيعابية دي إن شاء الله مع معدل التوريد على المواسم على عيد الأضحى، بحيث إن إحنا يوميا بيتورد من 600 إلى 800 راس في المواسم. بعد ما يخش الحيوان من المحجر يقعد في المحجر 21 يوم ويخلص المحجر، يخش على حظاير المجزر
فالفتره دي اللي هي ال 21 يوم زائد الفتره اللي بيجلس فيها الحاد ما يخش فتره الذبح دي فتره كافيه انه يغير مراه بسبب الاكل. احنا بنحط الاكل عندنا اذا كان برسيم او ذره او اي من انواع العلف اللي ممكن ياخد الحيوان عشان يكبر او يتنوا على مستواه. فالفتره دي كافيه ان لحمه يتغير ويبقى طعمه جميل جدا زي طعم البلد عندنا. بمجرد وصولها على الاراضي المصريه في المواني المخصصه زي ميناء الثلج بابو سمبل ثم بتوصل عندنا العجول هنا بيتم ايضا الكشف اليها ثاني للاطمئنان من 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 خلو هذه المواشي من جميع الامراض المحتمله ثم يعاد عليها ثاني الكشف عليها ثاني سواء في المجزر او في المنافس. أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على أهمية الجهود الاستباقية في تحديث وتطوير البنية التحتية خاصة ميناء الحمراء البترولي لتعزيز قدرته الاستيعابية وتحسين قدراته البحرية. خلال الجولة التفقدية لموقف المشروعات الجديدة بمناطق التوسعات بميناء الحمراء البترولي أشار وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إلى دعم القيادة السياسية والحكومة للدراسات الاستباقية التي تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للبنية التحتية وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة. بنشتغل دلوقتي على قدم وساق بحيث أن احنا بنوسع تسهيلات البحرية علشان خاطر نستوعب كميات أكبر من الزيت الخام وكذلك أيضا بننوع هذا الميناء المتخصص كان فقط بيتعامل ويتداول مع زيت الخام ليصبح أنه أصلا أيضا يتعامل مع المنتجات البترولية من سولار وبنزين سواء في الاستيراد أو التصدير. في نفس الوقت بيتواكب ذلك مع المنطقة الجنوبية وده يعني نقصد جنوب الطريق وفي منطقة بنشتغل عليها علشان نعمل تسهيلات لعمليات شحن وتداول المنتج. فالحمد لله احنا ماشيين على رؤية مصر 2030 استراتيجية قطاع البترول لجعل مصر مركز اقليمي تداول الطاقة وفي نفس الوقت احنا على ارض الواقع بالفعل بدعم كامل من القيادة السياسية نستطيع ان احنا نجري وننفذ هذه المشروعات باذن الله حتى يكون لي انعكاسات ايجابية على اقتصادنا القومي. ألقى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالطاقة النظيفة حيث أشار المركز إلى تقرير للوكالة الدولية للطاقة بعنوان الطاقة النظيفة تعزز النمو الاقتصادي. وأوضح التقرير أن الكهرباء النظيفة شكلت نحو 80% من الإضافات الجديدة للقدرات إلى نظام الكهرباء العالمي في العام 2023. في الوقت نفسه يشهد الاستثمار العالمي في تصنيع الطاقة النظيفة ازدهارا مدفوعا بالسياسات الصناعية والطلب في السوق. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي وأيضا الطلب الصناعي. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بما نسبة 1.21% ليسجل 82 دولار و50 سنتا للبرميل فيما انخفض خام خرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.2% مسجلا 78 دولار و60 سنتا للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.8% مسجلة دولارين 2.75 سنتا للتر فيما هبطت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.3% مسجلة دولارين 2.11 سنتا وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. خفض معدل التضخم السنوي في بلغاريا إلى متوسط منطقة اليورو بنسبة بلغت 2.4% وذلك في أبريل الماضي مما يعزز فرص البلاد في اعتماد اليورو بدءا من العام 2025. أوضحت وزارة المالية البلغارية أن البلاد قد تستوفي معيار استقرار الأسعار قبل نهاية العام الحالي
مما يتيح لها الانضمام إلى منطقة اليورو، مشيرة إلى أن البلاد ستقدم تقارير إضافية عندما تستوفي هذا المعيار، مؤكدة على الإرادة السياسية القوية لدى سلطات صوفيا للانضمام إلى منطقة اليورو.